انعقد المؤتمر التاسع لطب الإنعاش مع المؤتمر السادس عشر المتوسطي للتنفس عبر القناع بمدينة سوسة بمشاركة عديد الأطباء من الدول العربية والأوروبية للنظر في آخر المستجدات في مجال الطب، وذلك بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. ثم مشاكل ناتجة على الجراثيم الجديدة اللي قاعدة تظهر، على بعض الأمراض الصدرية والقلبية، على ثم مشاكل عديدة اللي كل الأطباء كل واحد يعطي الخبرة متاعه النتائج البحوث متاعه، وهذا بكله لتطور العلم وكله يمشي في مصلحة المريض باش نعالجوه في أحسن الظروف وبأحسن الوسائل العلمية الحديثة الموجودة توا في العالم كله. يجب التعاون في تبادل الخبرات. أنا رئيس الجمعية الفرنسية الفرنكوفونية للإنعاش، ومنذ سنتين وضعت في اهتمامي طرق تعاون ذات أهمية لتمكين الطلبة التونسيين الشبان من منح قصد إجراء تربصات لمدة سنة بأقسام الإنعاش بالمستشفيات الفرنسية. كما قمنا عبر الاتصال الشاشوي بنقل فيديوهات تدريب كنا قد أجريناها في باريس، سواء إلى هنا بالمونستير أو إلى العاصمة تونس، ومن ثم يجب تكثيف مثل هذا التعاون والاستمرار فيه. ونقيموا روحنا احنا دو بوان دو فيو الحمد لله ديما نلقاو روحنا اوني على هوتور. On fait bien, on fait aussi bien que les Européens. Ça nous permet toujours un échange mutuel نتاع افكار وديز ايدي وهذا الكل ديما يرجع بالفائدة للمريض. المعلومات اللي نخرجوا بها بالكلية في خمس سنين تخسر النصف اللي تعلمته، معناها هذا مستجدات جديدة والحقيقة نتاع اليوم بعد عشر سنين تولي بالية. لذا رسكة مستديمة لازمة. أي ندوة اللي تصير مش تجيب جديد، وقت تجيب جديد مش يتطور الصحة في تونس على المستوى العلمي، مستوى التنظيمي، ومستوى التكنيك الآليات اللي نجموا نجيبوها واللي نجموا نطوروها احنا، خاطر حتى في تونس ثم علماء وثم اكفاء من اطباء وباحثين اللي نجموا يطوروا ياسر حوايج. والدليل اللي معناها المؤتمر هذا صار في تونس، ومؤتمر هو راهو تنجم تقول نوعا ما عالمي اللي يلم البلدان العربية وبلدان أوروبية، اللي يدل اللي في تونس ثم تطور ملحوظ على معنى النطاق الصحي وفي البحوث العلمية في الطب. مثل هذه المؤتمرات الطبية هي فرصة هامة لمواكبة التطورات العلمية والطبية، وبذلك تقطع تونس شوط كبير في مجال طب الإنعاش.